في مباراة مهمة في رسم معالم جدول الترتيب، حل صاحب المرتبة الثالثة نجم مقرى ضيفا على ترجي مستغانم الباحث عن استعادة نغمة الانتصارات. الترجي بكر بصنع الفرص وتهديد مرمى الضيوف، بالقاسمي أرسل تسديدة قوية حولها الحارس شلالي إلى الركنية. خلوفي هو الآخر جرب حظه، وشلالي وضع نفسه في المكان المناسب منقذا مرماه. رد نجم مقرى جاء عبر نزواني الذي ضيع انفراده بالحارس بالعويدات وفوت فرصة سهلة للتقدم في النتيجة. النجم حاول مرة أخرى ورأسية أوكريف جانبت القائمة بقليل. وفي الوقت البدل الضائع لهذا الشوط، المدافع عمران يستقبل ركنية بن مغيث وبرأسية محكمة يضع الكرة في الحارس شلالي مفتتحا التسجيل وموقعا الهدف الخامس له هذا الموسم. وبعدها أعلن الحكم إبراهيم عن نهاية المرحلة الأولى لصالح أصحاب الأرض بنتيجة هدف دون رد. الشوط الثاني بدأ على وقع بطاقة حمراء أشهرها الحكم إبراهيم عند الدقيقة 53 في وجه مهاجم نجم مقرى بالعنصر بعد تصرف غير رياضي صدر منه اتجاه مدافع الترجي محمد حمزة. الترجي حاول الاستثمار في النقص العددي للضيوف، فكاد مزيان أن يضاعف النتيجة لولا يقظة الحارس شلالي. وفي الدقيقة 63 قاد دمان هجمة مرتدة تمكن إثرها نزواني من معادلة النتيجة بعد خطأ في دفاع أصحاب الأرض. بعدها تسيد لاعبو الترجي المستطيل الأخضر وسيطروا على أطوار المباراة بغية تحقيق الفوز، ولكن حظهم غاب في كل المحاولات التي أتيحت لهم. وفي الوقت البدل الضائع من المواجهة تلقى حمزة محمد الإنذار الثاني إثر التحام مع حارس النجم شلالي ليخرج بالبطاقة الحمراء. وبعدها مباشرة نزلت صافرة الحكم إبراهيم الذي أعلن عن نهاية اللقاء بالتعادل بهدف في كل شبكة، نقطة ثمينة لنجم مقرى، فيما يواصل الترجي إهدار النقاط على أرضية ميدانه.